من الظواهر التي ظهرت في مجتمعات المسلمين عند بعض الشباب العبث بطريقة حلق شعر الرأس بطريقة بشعة، حتى وقعوا فيما ورد النهي عنه وهو القزع. وتعريف القزع هو كل شيء يكون قطعا متفرقا فهو قزع، ومنه قيل لقطع السحاب في السماء قزع واحدة قزعة. وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق. وما يراه الناس اليوم من فعل بعض الشباب الذي يحلق رأسه في مواضع ويترك بعضه في مواضع أخرى، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا برأيي إنها مش حلوة أبداً، مو حلوة يعني، بيقلدوا فيها العالم يعني، الواحد بطل يعرف هي فعلاً هذه الحلقة عربية أو مش عربية. وبعدين بالنهاية بالإسلام المفروض الواحد يقصر شعره، وهي هي معلم نار بتجنن وكل شيء. شو رأيك بحلقات الشباب الأيام هذه؟ والله عادي، منيحة بتسلك. لا هو مو بكل شيء يعني، هذا في احيان بتكون الموضه يعني مو حلوه يعني، في مره شاب عمل زي عرف الديك والوان يعني شيء بخزي، اما تكون هيك قصه حلوه مرتبه انه لا ليه لا الموضه حلوه. فما يشاهد من فعل بعض الشباب سواء كان في الملاعب الرياضية أو في غيرها من حلق بعض الشعر وترك بعضه هو القزع الذي نهي المسلم عن فعله، والمسؤولية تقع على أولياء أمور الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد حتى لا يقعوا في النهي الوارد. فالواجب على الأب أن يمنع ولده من هذا الفعل الذي تفشى وظهر بين الشباب.